بيكم في حلقة جديدة من رمضان كونسولتو. هنتكلم النهاردة عن تغذية مريض السكر في رمضان. ناكل ايه ونشرب ايه واحنا عندنا السكر في رمضان؟ اول حاجة نكسر صيامنا على ثمر التمر وكوباية لبن نص دسم او خلية دسم. نروح نصلي المغرب ونرجع ناخد الشوربة بتاعتنا اللي شلنا منها الدسم عن طريق ان احنا دخلناها التلاجة وطلعناها وشلنا وشها وعملنا بيها الشوربة بتاعتنا. بعد ربع ساعة نبدأ ناكل الوجبة بتاعتنا. أهم حاجة في وجبتنا لمريض السكر البروتين، نهتم جدا بالبروتين، ناخد من 100 ل 200 جرام بروتين سواء فراخ لحمة سمك، وناخد خضار ناخد فاكهة ناخد حبوب كاملة زي العيش البلدي أو مكرونة الشوفان أو الرز البني، معنا طبق السلطة معنا طبق الخضار بتاعنا. ناكل كويس، بعد الأكل ناخد ثمرة فاكهة كنوع من التحليه. بالنسبه بقى للبسبوسه كنافه الحاجات ديت، نفضل ان احنا ممكن كل يومين كده ندوق، مش لازم ناكل كميه يعني، ندوقها بس كده. بعد كده بعد الفطار بقى بثلاث ساعات ناخد سناك تبقى عباره عن ثمره فاكهه مع واحده زبادي او كوبايه لبن رايب. بعد ثلاث ساعات ممكن بعد ساعتين كمان ناخد برضو سناك تانيه. بالنسبه للسحور نحاول ان احنا على قد ما نقدر ناخر السحور، وناخد في السحور يكون في نشويات معقدة مهمة جدا. ممكن ناخد مثلا مثال كوباية مثلا لبن خلي الدسم معها 3 أو 4 معالق شوفان ومعهم ثمرة فاكهة، ده يوم. ممكن يوم تاني ناخد ربع رغيف بلدي أو نص رغيف بلدي على حسب سعراتنا، مع طبق الفول مع الخيار مع بيضة مسلوقة. ممكن يوم تاني ممكن ناخد التونة معلقتين او ثلاث معلق تونه مع نص رغيف بلدي مع طبق سلطه، مع ممكن كمان ناخد ثمرتين بلح مع كوبايه لبن. يعني اهم حاجه تكون الوجبه السحور متنوعه وفيها كل العناصر الغذائيه. واهم حاجه ما ننساش نشرب الميه كويس جدا عشان ما يكونش فيه جفاف من الفطار للسحور، ونكون بناخد الفيتامينز بتاعتنا من الفاكهه والخضار. ومهم قوي برضو المرضى السكر ان هم يهتموا بالرياضه، ان احنا نمشي كل يوم نص ساعه بعد وجبه الفطار بساعتين، وان احنا نهتم ان احنا ننام كويس جدا 8 ساعات، يعني نكون بناخد قسط كافي من الراحة. وبكده نكون قلنا كل نصايح لمرضى السكر في رمضان. أهم حاجة إن احنا نقيس السكر طول فترة ما احنا بنصوم، بعد الصيام بـ8 ساعات وكل قبل الوجبة وبعد الوجبة بساعتين، ونتابع على طول الأعراض ونبقى مركزين جدا وعارفين بناكل ايه وبنشرب ايه وبنعمل رياضتنا. وإن شاء الله يكون رمضان كريم عليكم، وتابعوني في حلقة جديدة من رمضان كونسلتنت.